بصوا يا جماعه، الراجل ده هيدافع عن الست دي ازاي ضد اتنين؟ ايوه، الاتنين اللي راكبين الموتوسيكل دول. الراجل ده هيعمل معاهم الواجب. دايما احنا بنقول ان اغلب الناس خوافه، لكن لازم نظهر قدامكم الراجل ده، الراجل اللي بجد ده ما سابش الست لوحدها. نرجع الفيديو من الاول. دلوقتي في اتنين اهو ماشيين، وقف الفيديو تمام، وفي واحده اهي تمام بتشده بتضربه، بيقولوا بقى ان هي اتعكست اتسرقت ايا يكن. بص الواد نازل ايه، الواد بيضرب الست. طبعا الراجل ظهر اهو، اللي راكب العربيه وقف الفيديو، طبعا هو مراقب الموقف من ورا. الست اللي بقى اتعكست او اتسرقت ايا يكن، راح الراجل بالعربيه بتاعته دخل فيهم اهو. ايوه، وقع الموتوسيكل وهنا طبعا بيضربوا الست. الراجل اهو بصوا، باين عليه صعيدي، باين عليه صعيدي يا ولد ابوي. اهو مسك يا باشا الواد وبيلطش تمام. اكيد طبعا بقى بيعلمهم هنا الادب، ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ عايزين منها ايه؟ اتفضلي يا ست الكل، اقعدي وهجيب لك حقك. شايف الرجاله اهو طبعا بيتكلموا معاه تمام. طب اكيد طبعا بيقولوا انتوا رايحين فين؟ والله العظيم على جثتي، ما انتوا ماشيين اهو. بيشدوا طبعا، هتروح فين يا الله؟ اكيد يا جماعه في رجاله، اكيد مش كل الناس تبقى خوافه. اكيد اقعد، قال له اقعد لي. شفت تترهب منه ازاي؟ طبعا اللي عنده حق ما يخافش. قعد واحد فيهم على الكرسي اهو، شايفين؟ طبعا في باقي الناس بتتفرج وتقول لك هو في ايه، انا مالي، ما تعرفش حاجه. ما علينا، راجل من ظهر راجل، اكيد اساسه صعيدي، اكيد اصله اسيوطي سوهاجي منياوي، صعيده معروفين الرجال. طبعا هو بيتكلم معاه، بيحاول يفهم الدنيا تمام. اهو بيحط ايده عليه، بص من الاخر كده، هتجيب الحاجة اللي انت رجعتها، اللي انت سرقتها او انت عكستها او ايه الدنيا. برضو الراجل دلوقتي اكيد بيفهم ايه الحوار، والست هي يا جماعة قاعدة. شفتوا لما احنا بنتدخل البلطجية دول او المعتدين اخرهم بق، وتقول لي يا كابتن انا بخاف، محسسني يا ابني اللي قدامك ده هيرو، ليجن، اسطورة، يعني مولود من جسم اخر. صاحب الحق دايما ما يخافش. طبعا ما زال مقعده ما هوت تمام، وبيتكلم معاهم، ما فيش حد فيهم قادر يجري طبعا، قفشهم اهو. هتجروا مني، هتروحوا فين؟ الناس بتحاول طبعا تستفهم الامر، هو كذلك برضو يحاول يستفهم الامر، لكن احنا لحد لما نعرفش هل عكس الست ديت، هل لمسوها، هل سرقوا منها حاجة، لكن هي جريت وراهم وضربوها. يعني هم لو على حق اكيد مش هيضربوا بنت يا جدع، عيب. دي اختك، دي امك، دي زوجتك، دي خطيبتك. الست اللي انا بشوفها دي اختي، بنتي، زوجتي، اكيد انت هتحترم زوجتك واختك وبنتك، هتحترم ده كله. طيب يا شباب، احنا عايزين نتكلم برضو بشكل عقلاني وبشكل محايد. رقم واحد، الراجل ده شابوه بجد بجد بجد، ارفع لك القبعة، احترامي لحضرتك، انك مجرد ما شفت اتنين بيعتدوا على ست، انت ما يعني الموقف لم تستحمله، انت تدخلت في الامر، واغلب الناس خوافة وبتبعد نفسها عن المشاكل. لكن يا جماعة، لما اشوف موقف زي ده لازم اتدخل بعقل. طبعا هو هنا بيركن العربيه، بيعدي العربيه الثانيه، يعني الراجل جزاه الله كل خير، مش هيسيب الموقف غير لما يحله بقى. الله اعلم بقى دول عكسه إيه، لما صلى رسول الله، دول بقى سرقوا حاجه ضايقوها، اكيد في قرايبها ما نعرفش. لكن الموقف اللي عمله الراجل ده كويس جدا. ياما شفنا بنات اتسحلت واتسرقت وكله بيتفرج عليها، ياما شفنا بنت بتزعق الحقوا الشاب ده عمل فيها ايه، والناس ولا هي هنا، تخيلوا. مهم يا جماعة، حصل موقف زي ده الصح، حصل موقف زي ده قدامك، ما ينفعش انك انت تنزل على طول وتضرب ويتلوش وبام بام وانت مش فاهم حاجة. الصح زي ما الراجل ده غالبا عمل تمام، نزل برجولته لوش لده ولوش لده، بس ما تعنفش جامد، عاوز يفهم الدنيا، لانك انت ممكن لحظة غضب يا ابن الناس تنزل تسبب لواحد عاهة مستديمة، وفي الآخر هتلاقي نفسك رحت
لسين وجيم وانت مش فاهم الدنيا، ما ينفعش. انت ما تعرفش الحوار كله ايه، هل دول قرايب؟ ما تعرفش. هل عاكسها فعلا؟ ما تعرفش. هل هو قال كلمة والبنت مثلا فهمتها عليه؟ انت ما تعرفش حاجة. لكن لو شفت بعينك فعلا تحرشوا او يا ربي سرقوا حاجة، لا من حقك انزل موقف قدامك. اقصدي شفت الواقع امام عينك، السرقة، المعاكسة، اي شيء، تدخل، حقك، دفاع عن النفس، دفاع عن المظلومين والغير. لكن الافضل تاخدهم تقفشهم، وفي الشرطة تاخدهم الافضل وتقفشهم وعلى اسم الشرطة. لكن انت ممكن، انا اسف في اللفظ، تتغابى، تفقع عين واحد، تسبب له اذى، انت كمان هتروح في سين وجيم. مهم، شابو للراجل ده. تعليق حضراتكم على الراجل الجامد ده، ويقال تقريبا ان اسمه ايمن. تحياتي ليك يا ايمن، وربنا يحفظك يا رب ويبارك فيك حبيبي. سلام عليكم.